أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد goobtani waa goob kamida goobaha sida ballaran ay ugu maamusayaan umada muslimiinta salaada ciida ciid al fidriga iyagoo umada muslimiinta meel walba ay joogan ay soo soomanayeen muddo 29 cisho bisha ramadaan ay ku dhamaatay hadaba bulshada ku nool magaalada minneapolis ayaa waxa ay goob kala duwan ay maanta ku xusayaan farxadda ciida barakeysan ee ciid al fidriga iyagoo goobtan aan ku sugnahay ugu horeyn ay lagu bilaabay takbiirta الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله هو أكبر الله هو أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله هو أكبر الله هو أكبر ولله الحمد الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر لا إله إلا الله الله هو أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى يوم عيد فطركم هذا يوم عيد فطركم أيها الأحبة نجتمع هنا لنكبر الله تعالى على ما هدانا ولنحمد الله تعالى على ما أتم لنا من صيام هذا الشهر وقيامه أحبتي في الله صمنا في رمضان وإنما صمنا لله عز وجل لا لأنفسنا كنا جائعين لا لأنفسنا ولا لإنقاص وزننا ولا لصحة أبداننا بل لنظهر حبنا لله تعالى وطاعتنا له نظهر الحب وطاعة لله عز وجل ونقترب منه أحبتي في الله المسلم يصوم بطنه وتصوم عيناه وتصوم أذناه ويصوم لسانه ويصوم قلبه لا يصوم من الطعام والشراب فقط وهذا إن دل على شيء يدل على أن صوم موسم تربوي وتدريبي للنفس البشرية وحده أحبتي في الله
خطبه كلمته هو كوبان وحان ربا ان ان كهل دور اريمود وحان ربا marka ان ان قضب قضب سدل تاغو ورتا marka كوباد رمضان هو دماده وحان قرينا ان ان اسومين اننا نفتنا درتد وما ان ان غاچونين او عنتده يا عبيتان كما ان ان اوغتغين إن رمضان كأما كعاتون أفعافماد عن كهل كليا لكن وحان أقاتوني أو أصوني إن الله تصنو تعيل كأن أقبنو يطاع هذا أن أطيعينو قفك مسلم كأ علوشي سكليو ما صنتو علوشي وي صنتا تقوه وي صومان إنوه وي صومان عرب كيسو صوما قلبي كيسون صوما سيو الله اتصو انو الله جعل يهي او وحكستو او الله نعب يهي او كتغو الله وحن كبر يا تبارك وتعالى عمل كوناكس انو نقاق بولا كي صحونا انو نعدافو احبتي في الله بشي رمضان وان اماتي وحال ربا قفك مؤمن كآ انو بشي رمضان كبر تعبسي الله لعلكم تتقون الله وحوي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تقوى عن رمضان ككبر ني ان كفى ايدي سني وانا سوى ابن رمضان كمركو بححتا مسألة ستحات اخواني الا تبارك وتعالى وحونا امري انا ولالتن مضى دحدينا الى لنهدا ايمان لنا وعلى الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق الهي قبصد اذنك او تميسترا هلك لتقنا وفير صدا انا مذونو او كلرك ايا مذبك اوسا نقايبين انا مذونو او لوقضها انكو كل هذا لا اينا نقايبين انا مذونو او قبيلك انكذا لا اوسا نقايبين انا مذونو او كلتر كا ايا تقن كا امن سنتي او صدت كمسلمين تاكل كادوين بو الله لامر ايا نبقنا وحلي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا قفك مؤمن كا مؤمن كلا وحول مدعي اسمه اسعد كينيا وشبك بين اصابعه فروه استحق لي نبي صلى الله عليه وسلم qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Minneapolis ayaa goobtani kaga soo qayb galay si ay markaasi u ogaan salaada Ciid al-Fidriga waxana ay dareenkooda iyo wajidooda ay ka muuqdaan dareen aad u farxadeed isla markaasina waxay isugu bogaadinayaan ciidani farxadeed assalaamu alaykum ugu horeyn ciid mubaarak baan ku leeyahay munaasabada Ciid al-Fidriga maanta si wanaagsan bay uga dhacday magaalada Minneapolis goobo kala duwan qaybta hadaan ku sugannay waa Hotel Hayat waxa tahay maamulaha masjid Abu Bakar bal ka waran munaasabadan qaabkad u qaban qaabaysan goobta lagu qabtay sida ay u dhacday munaasabad si fiican bay u dhacday aniga ku hadlay magaca masjidka Abu Bakar waxa dhamaan muslimiinta aan leeyahay ciid mubaarak wa taqabbal minna wa minkum salih al a'mal munaasabadan maanta ciida marka laagu munaasabadii hore la soo dhaafay ciidihii kale maxay kaga duwan tahay aan munaasabadihii hore ee ciidaha ahaa waxaan ku qaban jirnay conventionka oo meesha ka yara weynaa laakiin nasiibna nooma suurtagelin sanadkan insha Allah taala ciidii xigto convention ku tukan doonaa dulay iraado wayahay shaqadii waa ka faa'iideysanay fursadan maanta ummada muslimiintu ay farxadda Ciid al-Fidriga ugu muujinayaan meel walba ay joogaan yaad salaamaysaa ehli asxaaba ha insha Allah taala markaa waxaan salaamayaa dhamaan ehladeeda iyo qaraabada meel walba adduunka ka joogan waalidka walaalaha iyo asxaabtaba ayaan salaamayaa waxaan leeyahay dhamaan Ilaah subhanahu wa taala sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad nabadgelyo Ilaah uu gaarsiiyo subhanahu wa taala hi my name is Maryama Eid Mubarak to everybody I'm good to say that I'm glad that it's Eid because I've been excited all this whole Ramadan because I love Ramadan and also I love Allah. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Marku horeys Ciid Mubarak aad baan kugu hambalyeynaya in uu Ilaahay nagu sameeyay ciida maanta farxadeed. Adigoo magacaaga ku bilaabaya farxadda dareenka ciida muujinaya iyad salaamaysa. Assalamu alaykum marku horeys baahda media da waan salaamayaa.
إله با مهل ما نوسي ما يهدي له هيدو متقعنا رمضان كان نود ما يستري والحمد لله رب العالمين ومدى إسلام كا وملك سيدي أكتوبر سلام يا خاسان سوماري دو سلام يا دانوسي دو جو واحد سلام يا حاس كيجا عرور تيدا حاس كيجا فاطمة دلمر عرور تيدا أبشر عبد الله أحمد عبد الله سجل عبد الله لدن عبد الله أرداء عبد الله هي عروق تبدأ ملك سيد جوجان هي إبراهيم عبد الله ملك سيد جوجان وانسلام يا عيد وناكسن بان لي هاي عيد مبارك من كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أديكوا كفى هذه السنة مناسبة عيد الفطر جا هي فرحة أن الله قبل سنة يسوع بلشده مسلم كي يأهل كعبة يا سلام إسا. مركا دمان أمد الصومالي دردن أو ولا الله ملك سيد جوجان وحن لي هاي عيد المبارك إن شاء الله كريم. أنت أسمر كان كل عفوه أمد مكرانس الصوماليات وحن شاء الله أهل كيجا يهوي يدي يحاس كيجا يلما هيجا يدمان صحافة دورنا هنا إرادة إن شاء الله كريم عيد المبارك إن شاء الله كريم. واي هاي وحاسد وكله هل كان يقول سوون ليبان أذن أو كم ذا دل يرضى وحويان وجوه رئيسا أما بعد كوجا مغضى دين عوال با كنا ودن كان مريكن كا عيدا بركة سنة فرحة ما أنت بلش هذا أيوة الله قادني ليبان أديكوا كفى هذه السنة فرصة فرحة درينك عيدا كورن يا سلام إسا أرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا السلام يا قفل بو صومالي ومال وب الدقيقيني مسلمين تودن وحنا نورجين يا عيد ونكسن عيد مبارك عيد خيرة وبال بشير رمضان وقصوب إحنا وفرح سنة هاي وحواية أدي أدب وفرح سنة ووجه الدين شعب كان جدا بعيد أتكلم ما أنت ما ماش كعيدية وحنا ماش عن كسلام يا شعب كصوماليات ومد صوماليات يا هجامياش صوماليات وصومالي شوكا وحن أرجعني يعني هجان كاس يو سيف عنو هيان إن شاء الله دتكيننا لصوبت باديو صوماليان لصون ولايو وحمشان كلا كسلامي يا دتك أصحابتي آه وارد كيجا آه كل جيوان وده سلامي عيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميت كم إذا بلشت كسر غيب قشة يا يقول السجن وجوهرين مجا عاجا يو فرحة عيدة سدا دواركته إسلام ركاسنا يا سلامي سا بسم الله مجا عجو وشافي عامن وحن سلامي يا ومد الصوماليات جبي هانتيد بق ان يومد اسلام كا فملكيغي قرابديدا ان يو اصحابتيدا وحن ليهاي عيد مبارك وانتم بخير ميرور باجوكتان فرحت عيدا الهينا عفمد هاي نوو غارسيو عيدن عيدد بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وانتم بخير ولاليال مغعي وعلي حاج عبد النور واني او كسوده هيئه هارو هيومانيتيريان افريكان ريليف اورجانيزيشن ما انت وحن ماشي وجوغنا ددك مسلمين تا ولالها ان اي نو صدقتك ارورينو زكاه الفطر كا ارورينو واجباتك وحا كو اهايو دنا ارورينو ان غارسينا ددك كو ديباتيسنا اي سوماليا اي اباراها ايو رمضان كان وسو غلي انتاس بينان وح كا قبرنو ايا نا ما انت ماشي وجوغنا وادر كيسين صندوقان هاي وحن كو ارورينا زكاه الفطر زكدا سو اه قف والبا او مسلمه ابن كوبا علوش كجرا واجب كو اه ان اينو واخ كقبنو ما هي الزكاه واخا ويان زكاه البدن باليير هذا قفك جيركيس ايا لغا بخييا قف كاستو مسلم اهن حق بو ليهي انو بخييو ان مناسبه فرحه عيده و اد بدو فرحسنت و اي موقتا ما انت اديكو كفايديسن فرصه يا سلاميسا waxaan salaamayaa dhamaan family-gayga meel kasta ay joogan wadankii intaba gaar ahaan waxaan salaamayaa umada islaamka meel kasta ay joogan yaa aan salaamayaa aniga aad u faraxsan ma sha Allah en kullay waxaan filayaa munaasabadan halkaad ku ciideeso waa mareykanka ma jecna lahayd maanta inaad dhulka hooyo iyo Soomaaliyaad ku ciido wallahi aad iyo aad Soomaali meel dhaafsi kara duunka ma jirto marka of course yes en farxad ciid barakeysan ciid alfidri aad baan kugu hambalyeynaa kulay ciid mubaarak markaa ugu horeysa marka labad adigoo ka faa'iideysanaya fursadan iyad salaamaysa aan waan kaaga mahadinayaa abahada Somali Cable oo maanta nagala soo qabgashay farxada ciid alfidriga markaa ugu horeysa waxaan salaamayaa umada muslimiinta meel walba ay joogaan dhamaantood markii xigtan waxaan salaamayaa family-keyga aabahay hooyadii walaalahay inta ehelkayga oo dhan ya all dhamaan ummadaha muslimiinta ma halkaan ku wada tukanay adigoo ka faa'iideysanay munaasabadan farxadeed ee ciid al-fidriga
ehel badan iyo asxaab badan oo daacalada dunida ka jooga jiray kara marka fursadan adigoo ka faa'iideysanaya ayaad salaamaysa alxamdulillah bismillah ciid mubaarak waxaan salaamayaa ehelada iyo qaraabada iyo wixii soomaali iyo wixii muslim ah oo dhan walaal sheekh adra abdi yusuf oo horgal tahay ilmahaygii iyo hooyadii iyo horgal yihiin soomaali dhamaanteed ciid mubaarak baan leeyahay asalaamu calaykum wayahay xuseen aad baan markuu ugu horeysay waxaan ku leeyahay ciid mubaarak ilaah baa nagu sameeyay farxaddan kadib markaan 29 cishaan soo soonay ilaahay ha naga aqbalo adigoo fursadan ka faa'iideysanaya ehelka iyo asxaabtiya salaamaysa بسم الله الرحمن الرحيم مركو غوريس عيد وناكسن لمان امد الصوماليه ميرو البيجوغان وحان رجينا يا عيدان عيد ايدا الهي انو ودنكان ايو نبضا ايو برواقا ايو الهي نقارسيو مركو هكتو وحان سلام يا لمان اهل ذي ذي قراب ذي ميرو البيجوغان خاصة قويسكي قيدو سيدو هو يا عاب امحو هاي لمان حافظة iyo sidoo kale muxuu ahaay gabadha xaaskayga ee Nazid waxaan kala salaamayaa asxaabteeda dhamaan meel bay joogan asxaabta dhamaan muxuu ahaay aan saaxiibada dhadhownahay iyo kuwa social media ha muxuu ahaay asxaaban kanahay meel bay joogan iyo bahda Somali TV of Minnesota iyo dhamaan qof walba oo muuqayga iyo maqalkayga garanayo marka wayahay wali waxaan ku guda jirnaa waa farxadda iyo damaashaadka ciida farxadeed mid ka mid ah bulshada maanta munaasabada halkan salaada ku ogeysa ayaanu la kulanay walaal markuu horeysa adigoo magacaaga ku bilaabaya fursadan adigoo ka faa'iideysanaya salaamaysa salaamu calaykum dhammaan waxaan salaamayaa ehelka faamiliga marka dhammaan ehelka dhan baan wada salaamayaa ciid mubaarak dhammaan meel kasta adduunka ay ku wada nool yihiin ciid mubaarak kolay waxa laga yaabaa shucuurta markii wadanka aad joogtay iyo maanta inay ka duwan tahay dhinaca ciida marka sidaad u aragtaa walaahi wadankii alxamdulillaah wadankii ciid mubaarak dadka wadankii meel fiican bay ahayd barwaaqo ahayd daa alxamdulillaah wadankana haddana wadan kale aan joognaa oo shisheeya alxamdulillaah ciid mubaarak dhammaan aad baad mahadsantahay anaguna ciid mubaarak waan ku leenahay asalaamu calaykum marka ugu horeysa ciid mubaarak walaal maanta munaasabad ciida ayaa isugu soo baxdeen salaadiiba halkan ku tukateen bal farxadda ciidda maanta ka waran yaa ta salaamaysa alxamdulillaah ciid fiican aan ku haysanaa magaalada Minneapolis anagoo joogno alxamdulillaah inta waxaan ka salaamayaa ka soomaalida oo adduunyada meel kasta joogaan anoo waxaan rabaa inaan salaamo waalidkay oo siyaaro joogaan assalaamu calaykum an ciid mubaarak gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee maanta ku ciideysa farxadda halkan waxaan leeyahay iyagana caafimaad iyo cimri dheer ayaan idiin rajaynayaa haddana waxaan sii salaamayaa qoyskayga xaajiyadeeda ugu horeysa Amaal Saciid iyo caruurteeda dhammaantood iyo asxaabteedaba waan wada salaamayaa dhammaantood kaloo salaamayaa ummadeena Soomaaliyeed aan kasoo tagnay waxaan leeyahay waan duceynayaa waxaan leeyahay Ilaahay naga aqbalo ciidda ciiddan ciiddeeda kalena ha nagu gaarsiiyo barwaaqo bashbash waxaan halkan aan ciidda farxadda leh aan la qaybsanayaa ummadda muslimiinta caalamka oo dhan khaasatan Soomaalida asxaabteeda ka mid yihiin familiyada ka mid yihiin inta garanayso ayaan halkan oo aan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciiddeeda kale ilaahay aan ugu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo nabad iyo nolol waxaan rajaynayaa insha allah inaan aan farxaddan ku ciidno dhammaanteena marka hore waxaan salaamayaa hooyaday iyo walaashay iyo familyigay dhan ee degan magaalada Minneapolis waxaan kala salaamayaa familyigay degan Norway, Sweden, Denmark iyo Soomaaliya iyo ummadda Soomaalida dhan ka war maanta munaasabadani farxadda sida bulshada ugu soo baxday sidaad u aragtaa wallaahi waa maalin farxad badan oo ilaahay mahadiyo dadkana isku soo baxeen aad baan shucuurteena u weyntahay marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay ciid mubaarak Soomaalida dhan ee magaalada ku nool magaalada Minneapolis dhammaan waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan oo ciidaya maanta maalin ciida gaar ahaan waxaan salaamayaa faamilkayga oo igula nool Minneapolis Soomaaliya Yurub ama carabaha dhammaan meel kasta ay joogaan ba waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan salaamayaa dadka dhan oo wadanka Soomaali iyo Soomaalida adduunka dhan joogto waxaan dhahayaa ciid mubaarak ambalyo barwaaqo alxamdulillaah dhibka wadanka haysto allah faraja u fulo dadka dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muslimiinta meel kasta jooga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa qasdan Soomaalida aan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaloo leeyahay dadka muslimiinta meel kasta joogaan ciid mubaarak baraka istaqbal allahu minkum wa salaam alaykum dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa magacayga waa Ismaaciil Axmed Jaamac
waxa ka soo hadlay magaalada Minneapolis ee Minneapolis dhammaan waxa salaamayo umada muslimiinta meel kasta ay joogan aanu ka faa'iideysanay inaan salaamo family-geega hooyaday iyo dhammaan walaalahay iyo caruurteeda aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaan shacabka reer Minneapolis oo hanay ciid mubaarak aad baad u mahadsantiin salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan doonayaa chance-kaga inaan kaga faa'iideysto umada muslimiinta gaar ahaan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u dirayaa ciidal wanaagsan baan leeyahay meel kasta aad joogtaan ilaahay ciidda ciideeda bashu shay barwaaqaha noo gaarsiiyo waxaan jecelan lahaa insha Allah umada Soomaalida dhan iyaga oo mideysan in ay sanadka xiga wadankeena inaga nabadan kooda ciidno maanta waxaan u jeedaa dhibaatooyinka aan aragnay meel baabuurta loogu talagalay baan ku ciideynaa annagoo dad muslimiina ciidii iyo farxadii sidii wadankii inaga muuqan jirta inaga muuqato qurbo kasta aan joogno haddaan 30 sano ku soo one year aan wadankii ku soo nooga khair badan oo nooga farxad badan ciidda ku mubaarak insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in si barwaaqah iyo bashasho uu u gaarsiiyo waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta oo dhan oo igu horeysa hooyadayana duuka ugu jecelahay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan insha Allah wajazakumullahu khair waxaan idin rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inuu ilaahay nabad geliyo inuu u gaarsiiyo ilaahay waxaan idin kaga rajaynaynaa dhamaanteen ciidan ciideeda kale inuu ilaahay inuu u gaarsiiyo nabad marka dhamaanteen waa wada salaamantiin عيد مبارك يا جماعة يا أمة الإسلام كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أمد الصوماليات مسلمين تأدون كورن وحن هل كانوا قصوا ديريا مينيابوليس هوتيل كحياة ريجنز وحن قصوا ديريا بقادين تعيدة تهنية عيدة عيد مبارك كل عام وأنتم بخير صوماليا يودن كينو حن رجينيا عيدا عيدا كلام نبات برواقو iye bash bash wadankiin ee system ba ka jira ee system ka iyo ciid hadii la isku daro waxay u eegtahay nabad iyo barwaaqayn ay soo socoto dawladda hala taageero ciidana hala taageero salaamu alaykum si gaar ah waxaan halkan ugu diriyaa tahniyad hooyaday iyo walaaladay oo kala jooga Europe Africa America iyo adduunka oo dhan iyo dhamaan asxaabteeda aad ku jecelahay ciid mubaarak kul aan wanta bi khair maxamed xasan haashi television ka somali cable magaalada Minneapolis